सारे बच्चे मतलब खुश हैं इस चीज़ से कि गवर्नमेंट ने हमको ये चीज़ दी है। हम इतने खुश हैं कि हमने पहली बार लाइट देखी है। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इस साल हमें नए कॉलेज मिले। وقد شهد إقليم جامو وكشمير الاتحاد خلال العام الماضي نظام حكم يدع التنمية والشعب في بؤرة اهتمامه وتركيزه. إن أكثر من 100 قانون مركزي وتسعة تعديلات دستورية أصبحت قابلة للتطبيق في جامو وكشمير، الأمر الذي يؤدي إلى إقرار مجموعة إضافية من الحقوق الأساسية لما فيه نفع أبناء الإقليم. والآن يستفيد مواطن جامو وكشمير بالأماكن التي يتم تخصيصها على مستوى كافة الوظائف الحكومية. جمو كشمير میں پہلی بار وہاں کے غریب سامانیہ ورگ کو آرکشن کا لابھ ملا. پہلی بار جمو کشمیر میں مہیلاؤں کو یہ ادھیکار ملیا کہ وہ اگر راج کے باہر وواہ کرتی ہیں تو ان کی سمپتی چھینی نہیں جائے گی. لأول مرة في تاريخ جامو وكشمير تم في أكتوبر عام 2019 إجراء الانتخابات على منصب رئيس مجالس تنمية المناطق وشهد التصويت إقبالا كبيرا. جو گورنمنٹ نے بی ڈی سی الیکشن کرانے کا یہ پہلی دفعہ ہمارے جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بی ڈی سی الیکشن کبھی نہیں ہوا ہے. عورتوں کو بہت ضروری ہے، ان کو ملنا چاہیے، بہت ضروری ہے. میں ہر ہر گھر کا مجھے پتہ کس کو کیا ہے، یہ اچھا قدم ہے کہ کریں گے کام ہم. رافعا شعار الشعب ومن قبل الشعب ولمصلحة الشعب، قام سيد الطاب بخاري وزير المال السابق لجامو وكشمير في مارس عام 2020 بتشكيل حزب سياسي جديد باسم جامو وكشمير آبني بارتي. أصبح العمل من أجل التنمية لما فيه صالح أبناء الإقليم هو النموذج المتبع، وتم تسريع مشروع عدة لغات عبر قطاعات مختلفة. وتم تحديد ديسمبر عام 2021 كموعد نهائي للانتهاء من مد جسر رئيسي للسكك الحديدية بين كاترا وبينيهال، ومن ثم تصبح كشمير أقرب إلى شبكة السكك الحديدية الهندية. وبهدف الإسراع من سهولة الحركة في مناطق المدن الكبرى المتنامية، تم الموافقة على إنشاء نظام السكك الحديدية الخفيفة المرتفعة في مدينتي جامو وسرينجار الكبيرتين. زار 36 من وزراء الحكومة الاتحادية جامو وكشمير في يناير عام 2020، وتم خلال الزيارة افتتاح أكثر من 200 مشروع. لقد ربطت مشروعات كهرباء الريف عشرات آلاف من العائلات من خلال خط الكهرباء لأول مرة. ہمارے گاؤں میں پہلی بار لائٹ آئی ہے، ہم اتنے خوش ہیں، جہاں کے لوگ کافی زیادہ خوش ہیں کہ ہم نے پہلی بار لائٹ دیکھی ہے. تم تحویل المدارس الحکومیہ فی مدیریت سرینجار وتجهیزها بالمرافق الحدیثہ. پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا ہمارے اسکول میں، سارے بچے مطلب خوش ہیں اس چیز سے کہ گورنمنٹ نے ہم کو یہ چیز دی ہے. أصبحت أحلام الشباب اليوم قريبة المنال من خلال دعم خلق فرص العمل وريادة الأعمال للشباب المؤهلين من الناحية التقنية والتكنولوجية. وأصبحت حكومة جامو وكشمير أدنى من البدء في تنفيذ مركزين لتكنولوجيا المعلومات في كل من جامو وسرينجار.
تم افتتاح كلية طبية حكومية في كاثوا، وتم الإعلان عن كلية طبية أخرى في هادوارا، وسيتم إنشاء معهدين لعموم الهند جديدين للعلوم الطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في جامو وكشمير. ये इसकी बात है नए मेडिकल कॉलेज ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जो इसी साल सेटअप हुआ है साउथ कश्मीर में अनंतनाग में ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हम बयान नहीं कर सकते कितना बड़ा फायदा है आज यहाँ आके हमारे कॉलेज का इनॉग्रेशन था बहुत अच्छा लगा हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इस साल हमें नए कॉलेज मिले مع تسليط الضوء على الإمكانات غير المستغلة لجامو وكشمير عقدت الحكومة قمة ما قبل قمة استثمار جامو وكشمير في نيودلهي لجذب الاستثمارات من العالم كله وقد عرضت تلك الفاعلية السياسات والبيئة التنظيمية والفرص الاستثمارية في القطاعات المركز عليها من أجل تعزيز الأنشطة الصناعية وخلق فرص العمل في هذا الإقليم الاتحادي تم عقد جولات ترويج الاستثمار عبر 6 مدن كبرى في الهند هل تعلم أن كشمير مشهورة بزراعة التفاح ويعد تفاح كشمير من الصادرات الرئيسية في المنطقة وضمن الخطط الجديدة يتم استلام التفاح من المزارعين مباشرة مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی سکیم ہے اس سے ہمیں کسان اور گروور کو یہاں پہ اچھا فائدہ ملے گا حصل الزعفران الكشميري على علامة تجارية جغرافية لحماية الملكية الفكرية وبموجب خطة العمل الموضوعة فإنه يتم زراعة وتخزين وتصنيع الزعفران الكشميري في الإقليم من خلال خلق فرص للارتقاء بمستوى المواهب على المستويين المحلي والدولي يتم العمل على الترويج لممارسة الأنشطة الرياضية بين الشباب علاوة على إرساء بنية أساسية عالية الجودة مثل إنشاء الملاعب الرياضية في مختلف الأماكن في جامو وكشمير في مارس عام 2020 تم عقد دورة ألعاب كيلو إنديا الشتوية في كشمير حيث شارك مئات اللاعبين والممارسين من جميع أنحاء البلاد في مختلف المنافسات الرياضية مثل التزحلق والتزحلق باللوح والتزلج بأحذية الثلج والبيسبول الثلجي وغيرها من الألعاب तो आज जो यहाँ पे खेलो इंडिया हो रहा है एक बड़ा इवेंट है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है स्टेट्स को एक जो भी यहाँ पे एथलीट्स हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलो इंडिया में في يناير عام 2020 شاهد حوالي 10,000 شخص مباراة كرة القدم بين فريق ريال كشمير وموهن باجان بملعب تي آر سي ترف في مدينة سرينجار